بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اسمي اليوم اسم الله السميع البصير، والسميع اسم من أسماء الله الحسنى بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، وبناء فعيل بناء مبالغة، كقولهم سميع من سامع، وعليم من عالم، وقدير من قادر. والله عز وجل سميع، يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت، وهو الذي يسمع دعوات عباده وتضرعهم إليه، لا يشغله نداء عن نداء، ولا يمنعه إجابة الدعاء عن إجابة الدعاء. ويكون السماع أيضا بمعنى القبول والإجابة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي دعاء لا يستجاب. ومثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. فسبحانه وتعالى السميع الذي يجيب الدعوة عند الاضطرار، ويكشف المحنة عند الافتقار، ويغفر المذلة عند الاستغفار، ويرحم الضعف عند الذل والانكسار. وقد سمع الله سبحانه وتعالى كثير من عباده واستجاب لهم، وقد ذكر اسم السميع في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، واقترن في أكثر من 30 منها بالعليم، كما اقترن في 10 مواضع بالبصير، وجاء مقترنا بالقريب 1 واحدة. فسمعه الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها، والثاني سمع الإجابة منها للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويئيبهم. ومنه قول تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب. أما اسم الله البصير فمعناه الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جميع أعضائها الباطنية والظاهرة، وسيران القوط في أعضائها الدقيقة، ويرى سيران المياه في الأغصان الأشجار وعروقها، وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فهو سبحانه وتعالى البصير الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخفيها، يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يشاهد ويرى، ولا يغيب عنه ما فوق السماوات العلى أو ما تحت الثرى. اسمي السميع البصير يغذي جميع الشاكرات كلها، التاج والأجنة والعين الثالثة والحلق والشاكرة القلبية والشاكرة العقلية والسرة والجذر والقاعدة، وذلك بتكرار اسم الله السميع 180 مرة، وبتكرار اسم الله البصير 302 مرة على جميع الشاكرات بعقد النية، وذلك بتوجيه نيتك وإرادتك وجميع حواسك لتوليف اسم الله السميع البصير على جميع الشاكرات. والآن سنقوم بإجراء التأمل الخاص بالسميع البصير، وباتخاذ المكان الطاهر والهادئ والنظيف، ونحن على نظافة وطهارة مستقبلين القبلة. نغمض أعيننا ونسترخي، نسترخي أكثر أكثر أكثر، ونبدأ بترديد اسم الله السميع البصير على جميع الشاكرات.
السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير. نرى أن شاكرة التاج لها عين ولها آذان، أصبحت تسمع وترى كل ما حولها، وهي تختص بالتجوال الروحي والكشف العلوي، وأن اسم الله السميع البصير يغذي هذه الشاكرة. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، وستغذي هذه الشاكرة أيضا هذه الأسماء، شاكرة الأجنة التي لها علاقة بالكشف. ونبدأ بتغذية اسم الله السميع البصير على هذه الشاكرة. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، نرى أيضا أن هذه الشاكرة أصبح لها أذن وعين، ترى ما حولها وتسمع، وسنغذي أيضا باسم الله السميع البصير بشاكرة العين الثالثة. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، والسميع البصير، السميع البصير. هذه الشاكرة أيضا لها عين، فتحت هذه العين، تراها فتحت وهي ترى الآن ما حولها وتسمع بأذن ما بأذنها ما حولها. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، تغذي شاكرة الحلق التي لها علاقة بالعقل العملي وهي موجودة عند الحلق. نرى أن أصبح للحلق له عين وأذن، يسمع ويرى ويفطن ما حوله ليحلل بما سمع ورأى. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، تغذي شاكرة القلبية. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، هذه الشاكرة التي تغذي القلب، داخل القلب في أعين وفيها آذان، القلب الذي له علاقة بالعواطف الراقية، بالكشف القلبي، أصبح عيونه مفتوحة وآذانه مفتوحة، يسمع ويرى. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، ونفعل اسم الله السميع البصير بالشاكرة العقلية التي لها علاقة بالتفكير والتحليل العقلي. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، سنرى أن أصبح للشاكرة العقلية أذن وعين، ترى وتسمع وتفطن وتحلل. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، والآن السميع البصير في شاكرة السرة، وهذه الشاكرة التي لها علاقة بالعواطف الدنيوية، بالمحبة للأشياء والأشخاص،
نبدأ بتغذية اسم الله السميع البصير لهذه الشاكرة، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير. نجد أن لهذه الشاكرة أصبح لها عين ولها آذان، أذن تسمع وترى وتعي ما حولها. وسنغذي شاكرة الجزر وهي تحت السرة بثلاث أصابع بتكرار اسم الله السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير على هذه الشاكرة. هذه الشاكرة لها علاقة بالجمال والصحة. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير. نرى أن هذه الشاكرة أصبح لها عين وأذن ترى وتسمع، تسمع الجميل وترى الجميل وتعي الجمال والصحة. والآن سوف نردد اسم الله السميع البصير على شاكرة القاعدة بعقد النية ونقول السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير على شاكرة القاعدة والتي لها علاقة بحب الحياة، بالحياة، بالنشاط، بالقوة. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير. نرى أن لهذه الشاكرة أصبح لها أذن وعين ترى وتسمع وتعي الحياة وتفطن أن الحياة يجب أن تكون جميلة ورائعة وسعيدة. السميع البصير، السميع البصير، السميع البصير. والآن نكون قد ولفنا اسم الله السميع البصير على كل الشاكرات فأصبحت تتغذى على اسم الله السميع البصير. وسوف نعد للثلاثة، واحد، ثبتنا المعلومات السابقة كلها، اثنين، غذينا الشاكرات كلها باسم الله السميع البصير فأصبحت ترى وتسمع، ثلاثة، بكل سعادة وسرور نفتح أعيننا، راجين لكم من الله الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.